البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبقوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكلمين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات المتوكلات أيضا على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها بنات صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة بأي نوع، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أثره. لأن عيني الرب تنظران الأبرار، وأذنيه تنصتان إلى طلبتهم، وأما وجه الرب فضد فاعل الشر. فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا، وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجسونا على ركبنا على الشاطئ
وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من صور وأقبلنا إلى بطلمايس عكة، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة، جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهارده يا حبايبي 15 مسرة، أحسن الرب استقباله ويعيده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة تنيحت القديسة الطاهرة مارينا الراهبة، كان اسمها مريم بنت راجل مؤمن اسمه أوجانيوس، وأم تقية اسمها سارة من أهل بيثينية بآسيا الصغرى. انتقلت والدتها وهي صغيرة، واهتم باباها بتربيتها وعلمها الكتب الكنسية، وعاشت بالنمو في الفضائل الروحية. ولما كبرت باباها كان عاوز يجوزها وهو يتفرغ للعبادة والصلاة في الدير، فرفضت وأصرت إنها تروح معاه، فحلقت شعرها ولبست لبس الرجالة ودخلت معاه الدير، وسماها الأخ مارين، وعاشوا حياة الرهبنة والمداومة على الأصوام والصلوات والمطانيات. وبعد 7 سنين تنيح والدها أوجانيوس، وفي يوم رئيس الدير أرسل الراهب مارين مع 3 رهبان علشان يشتروا حاجات للدير من البلاد اللي حواليهم، وسابوه في الفندق وخرجوا يشتروا حاجات ورجعوا للدير. وكان في نفس اليوم واحد من جنود الملك اعتدى على بنت صاحب الفندق وعمل خطية، وقال لها: قولي ان الراهب مارين هو اللي عمل كده. وبعد فترة لما باباها شافها حامل قال لها: مين اللي عمل كده؟ قالت له: الراهب مارين. راح على رئيس الدير وقال له وطلب الراهب مارين ووبخه، لكن الرهبة مارينا ما دفعتش عن نفسها وتقول: أنا مش راجل أنا بنت، لكن قالت: أخطأت يا أبي اغفر لي، فطردوا من الدير. خرجت الراهبة مارينا وسكنت على صخرة قرب الدير متحملة البرد في الشتاء والحر في الصيف
ولما ولدت بنت صاحب الفندق أخذ باباها الطفل وراح سلمه للراهب مارين، فأخذت الطفل وكانت بتطلب من الرعاة لبن علشانه. وبعد 3 سنين الرهبان طلبوا من رئيس الدير يسامحه ويدخلوا الدير، وفعلا سمح له، لكن كان بيعاقبه كتير جدا. والطفل اتعمد وكبر لغاية لما بقى راهب اسمه أفرام. واستمرت القديسة مارينا 30 سنة تجاهد في العبادة ومفيش حد يعرف انها بنت. وفي يوم ظهر لها ملاك الرب وعرفها ميعاد نياحتها وتنيحت بسلام. وهم بيكفنوها اكتشفوا انها بنت، وكانوا بيبكوا كتير علشان ظلموها ويطلبوا من ربنا يسامحهم. وخرجت روائح جميلة من جسدها، ولما عرف صاحب الفندق زعل جدا علشان ظلمها كتير. وصلوا عليها، وكان في راهب من اللي شايلينها علشان يدفنوها عنده عين مش بيشوف بيها، فتحت في الحال ببركة القديسة مارينا. ومجدوا ربنا، بركة صلواتها تكون معانا، أمين. والنهاردة كمان تعيد الكنيسة بنياحة القديس الأرشدياكون، يعني رئيس الشمامسة، حبيب جرجس. اتولد في القاهرة سنة 1876 ميلادية من أسرة تقية مباركة، وعاش بتول يعني مش عاوز يتجوز، واتفرغ للدراسة والتعليم. وأول لما البابا كيرلس الخامس افتتح الكلية الإكليريكية كان هو أول طالب فيها وأول واحد يتخرج منها وتعين مدرس للدين فيها. وأحب القراءة في مكتبة البطريركية وتعلم الوعظ، فعينوا البابا شماس خاص لي، وبعدها أصبح مدير الكلية الإكليريكية، فكان بيعلم ويألف كتب دينية وترانيم، وعمل مناهج وأسس مدارس الأحد ومجلة شهرية اسمها الكارما، وخدم الكنيسة 55 سنة وتنيح بسلام. واعترف المجمع المقدس بأنه قديس في 20 يونيو 2013 ميلادية. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. من مزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. يدخلنا للملك عذارى في إثرها، جميع صاحباتها له يقدمنا، يدخلنهن بفرح وابتهاج، يدخلنهن إلى هيكل الملك. بسم الرب لا القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. حينئذ يشبه
ملكوت السماوات عشر عذارا أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمس منهن جاهلات وخمس حاكمات أما الجاهلات فأخذن مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان وأما الحاكمات فأخذن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن وإذ أبطل العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبلا فقمنا وخرجنا للقائه حينئذ قامت جميع أولئك العذارى وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفي فأجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكنا فالأحر أن تذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا فلما ذهبنا ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت باقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا فاصهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة إيه